قدمت فيما بعد، لكن البلاغات اللي قدمت فيما بعد اللي هم 60 بلاغ هو تم اتخاذهم وسيلة للتستر خلف هذه البلاغات للتشهير والإساءة. بمعنى أنا ممكن أقدم البلاغ، يعني في ناس كتيرة جدا قالت القضية ديت إزاي صدر أمر بألا وجه كده، إحنا ما سمعناش عنها حاجة، لأن إحنا بنحترم الجهات القضائية. طول ما أنا عندي تحقيق أو أنا عندي قضية منظورة أمام القضاء أنا ما أقدرش أتكلم فيها، لأن ده جريمة، لأن أنا ممكن تأثر خاصة قضية رأي عام ومرتبطة بالنادي الأكثر شعبية وجماهيرية في الوطن العربي وفي مصر، فأنا ممكن لما أصدر للناس وجهة نظر معينة يبقى أنا بصادر على جهات التحقيق، ودي تعتبر جريمة، جريمة التأثير على القضاء. فبالتالي أثناء نظر هذه التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة إحنا في سرية كاملة، لم نفصح عن شيء ولم يتسرب أي خبر للصحف ولا للإعلام عشان ما نفسدش تحقيقات النيابة. حتى انتهت التحقيقات لم يخرج أي خبر. دي مدرسة، وفي مدرسة تانية أن أنا ما أحب أشهر بيك أقدم أي ورقة زي اللي بكل يوم بيقدم إيه بلاغ على الفاضي وعلى المليان، بس هو بياخد البلاغ ينشره سواء اللي كان موجود فيه صدق أو كذب. طيب دي بقى النقطة القانونية اللي يهمني أن أنا أستوضحها من حضرتك. أنا دلوقتي لما يتقدم فيها بلاغ في جهات تحقيق رسمية بتنظر هذا البلاغ مش كده؟ نعم. وبتحقق فيه، هل مقدم هذا البلاغ من حقه تداول مضمون البلاغ إعلاميا على نحو كبير جدا؟ أنت بتتكلمني على أنه ده ممكن يأثر على مجريات التحقيق. نعم. لا، ده هو بيأثر على تشكيل الرأي العام. شوف، هو نشر البلاغ طالما ما فيهوش ما يخالف الأداب العامة أو في نوع من التجاوز، أوكي نشر بلاغ ده بالنسبة للصحفي، وحضرتك كصحفي كبير وعارف، هو أمر مقبول في إطار أنك أنت بتبصر أو بتخبر الرأي العام. ففي فرق أن أنا أعلم الناس إن أنا قدمت بلاغ، وفي فرق إن أنا كل يوم أستخدمه إدارة، أستخدمه في إن أنا أشهر بالناس، وما حد يكلمني لا أصلاً مقدم بلاغ. فدي مسألة، وكأنه تقديم البلاغ في حد ذاته إدانة. فبالتالي تعدد البلاغات عن ذات الواقعة وتنويع الأشخاص اللي هو المفروض يتقدم في ورقة واحدة، فإنه يتقدم في 60-70 ورقة، لا طبعاً بيبقى لها أغراض وأهداف أخرى في نفس هذا المبلغ. طيب أنا كمواطن اتقدم فيها بلاغات للرأي العام ماليش حق في حماية قانونية؟ يعني بعد كده يثبت انه لا ثمة لإقامة الدعوة؟ بص، نشر مضمون البلاغ دي مسألة ما فيهاش عقوبة، انما اتخاذه ستار للتشهير ودي مسألة بقى برضو في خيط بسيط جدا. اما تبقى المسألة منظورة امام محكمة يقدر يستطيع القاضي او قاضي الموضوع ان يستخلص. انت قصدك ايه؟ قصدك ان الناس تعلم ولا قصدك ان انت تتخذ وسيله للتشهير والاساءه؟ مفيش نقطه تقدر تحمل المقدم ضد البلاغ، يعني في حال الحفظ؟ طبعا لا، في حاله الحفظ انت تقدر يمكن الرجوع عليه. طبعا في حاله تعرضك لاضرار يجوز انك انت ترجع وتطالب من تسبب في هذه الأضرار، وتقدر ترجع على كل شخص كان سيء القصد، وتقدر ترجع عن أي شيء كان كاذب في هذا البلاغ تم تناولك فيه أو الإساءة ليك بصورة سيئة أو تم التشهير بيك، يجوز طبعا تعويضك عن هذه الأضرار. إذن يمكن أن ترتد الأمور حاليا. نعم. بعد ما حصل النادي الأهلي على شهادة حضرتك هتقولها بشكل مهم جدا من النيابة العامة بشأن إجراءات التحقيقات في هذا الملف، يمكن أن يعود النادي الأهلي ومسؤولوه على كل من تقول وشهر. طبعا يجوز كل من أصابني بضرر من جراء ادعاءات غير صحيحة وكاذبة أن أنا أرجع عليه بالتعويض.